أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. بغداد تطالب أقليم كردستان بموقف واضح من الانفصال أو الاستقلال. قوات سوريا الديمقراطية تعلن عودة أولى دفعات المدنيين إلى الرقة. ضربات جوية روسية تستهدف بلدة معرش مارين بريف إدلب. السعوديون الموقوفون في قضايا فساد سيحالون للمحاكمة وفق النائب العام السعودي. مصرع 5 مهاجرين في البحر المتوسط ومنظمة ألمانية تتهم خفر السواحل الليبيين. الولايات المتحدة تستأنف منح تأشيرات دخول في تركيا بشكل محدود وتركيا تستأنف بالمثل. الشرطة الأمريكية ترجح أن دوافع مطلق النار في تكساس عائلية. ألمانيا تبحث عن موظفين لأكثر من مليون وظيفة شاغرة في مختلف قطاعات الاقتصاد.